استخدم عدد كبير من الأهلوية على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي كتير من الصور الكوميدية للسخرية من فوز الزمالك في بطولة كاس مصر، وانتشرت صور كمان من أفلام كوميدية بتعليقات ساخرة، منها صورة فيلم البيه البواب للفنان أحمد زكي وهو بيقول لزوجته استعد يا سنية خدنا الكاس. وكمان من ضمن سخرية الأهلوية على غريمهم نادي الزمالك، انتشر على السوشيال ميديا صورة للفريق الفايز في نهاية المباراة وتعليق الدكتور مصطفى محمود. وكمان كان استخدام كوميك من فيلم حنف الأبهة لعادل إمام وهو بيخوف الفنانة رجاء الجداوي، واستخدام صورة فريق الزمالك بعد نهاية الماتش. شخصية الليمبي للفنان محمد سعد كمان كان لها نصيب من السخرية، فاستخدم البعض صورته من فيلم اللي بالي بالك وتعليق عنيف أو الزمالك في الكاس. وكمان شخصية الليمبي والفنان حسن حسني ولطفي لبيب وتعليقهم على حرمان الزمالك من الفوز بكاس مصر. وكمان صورته مع الفنانة المعتزلة حالة شيحة في مشهد من فيلم الليمبي وهو بيسألها بتتفرج على مصطفى فتحي وأنا اللي كنت فاكرك مؤدبة، ومحمد هنيدي في فيلم همام في أمستردام واستخدام شعار الزمالك وهو بيقول له محروم يا همام محروم. التعليقات الساخرة كانت من الجانبين وانتشرت كلها على السوشيال ميديا بعد فوز الزمالك ببطولة الكاس. مصطفى سعد، أخبار اليوم.